وزاره الداخليه اليوم بها يعني بحدود 30، بحدود 30 مديريه عامه، يوجد فقط مدير عام سني، وبهذا بالتعديلات الاخيره تم اخراجه من هذا المنصب. فهذه اي مشاركه، اي عداله، اي توازن؟ وين التوازن الذي اقر الدستور؟ وين المشاركه؟ مديريات مهمه جدا. انا اليوم لا يعني اتكلم ب يعني تقديم شخص على حساب شخص اخر، ولكن لا الان بغض النظر، لكن هو العمليه السياسيه قائمه على اساس الاستحقاق الانتخابي والحصه والمحاصصه وكلها، صح؟ والتوازن الذي اقره الدستور، ولكن كل شلون ولكن هذا كله غير موجود. طبعا انا تكلمت على وزاره واحده بالدفاع، ولو الوزير هسه من لا، وزاره الدفاع ايضا لا تقل من مجموع 25 امر لواء مثلا في الشرطه الاتحاديه، يوجد فقط امري الويه اثنين من السنه فقط. يعني هاي قد نسبه؟ يعني ما تتجاوز يجوز 3%. مو تمام؟ زين، روح على وزاره الموارد المائيه مثلا، من مجموع 23 مدير عام او منصب بدرجه مدير عام، فقط مدراء عامين اثنين بالوكاله. وهكذا. وكاله. بالوكاله طبعا. وهذا طبعا ينجر على كل وزارات الدولة، أنا أتكلم على وزارة بحد ذاتها. تجي مثلا مدراء عامين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا سني ولا منصب سني موجود بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عفوا فقط دكتور نجيب الحديثي موجود في الدائرة القانونية. زين، وهكذا في كل بالمقابل اكو وزارات هي كلها اغلبها للسنة. وين؟ يعني هسه مثلا الصناعة فيها فقط الصناعة بها توازن، الصناعة بها توازن، يعني توازن بها سنة وشيعة وكرد، طيب بها توازن، وإنما السنة مو أكثر من الشيعة. التخطيط نفس الشيء، تجارة، شباب، كل حتى الوزارات اللي بها من المكون السني. إذن الوزارات المهمة هذه فقط هي اللي ما محققين بها التوازن. وزارة التعليم العالي على سبيل المثال، وزارة نفس المسألة بالنسبة للمديريات العامة وبالنسبة لرؤساء الجامعات وبالنسبة للعمداء، يعني فنسب حقيقة مخيفة، مخيفة يعني لا وجود، يعني أقدر أقول لا وجود للسنة في مؤسسات الدولة.